بسم الله الرحمن الرحيم، متتبعي قناة عالم الصيدلة، دواء جديد إن شاء الله. هذا الدواء سميتو فيتو بيمبيغاز، هذا عبارة عن نقاط ديال الشرب كيتعطى بالنسبة للرضع اللي عندهم مشكل ديال الغازات المعوية. الأطفال واللي كيعانيو من الغازات المعوية كنصحهم فيتو بيمبيغاز، يعني هو تينقي لنا المسار ديالنا من لي غاز، وطبيعة الحال هو من صنع الأعشاب. وبالنسبة لطريقة الاستعمال كتعطى 5 نقاط كل يوم لمدة 10 أيام إلى 15 يوما، وشكرا لكم.